بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا مارلو قلب شير التلميذ الطاهر بركاته. مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك الطاهر بركاته على جميعنا. اطلبوا الله لتحيا أنفسكم، لأن الرب قد استجاب للبائسين. أسبح اسم الآب بالتمجيد وأرفعه بالتسبيح. باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، يسوع المسيح ابن الله الحي، له المجد الدائم إلى الأبد آمين. لكني أقول لكم أيها السامعون، أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لاعنيكم، صلوا لأجل الذين يضطهدونكم. من لطمك على خدك فحول له الآخر، ومن أخذ ثوبك فلا تمنعه من أن يأخذ رداءك. وكل من سألك فاعطه، ومن أخذ الذي لك فلا تطالبه. وكما تريدون أن يفعل الناس بكم، افعلوا أنتم أيضا بهم هكذا. وإن أحببتم الذين يحبونكم، فأي أجر لكم؟ فإن الخطاة أيضا يحبون من يحبهم. وإذا صنعتم الخير مع الذين يحسنون إليكم، فأي فضل لكم؟ فإن الخطاة يفعلون هكذا. وإن أقرضتم الذين ترجون أن تستردوا منهم، فأي فضل لكم؟ فإن الخطاة أيضا يقرضون الخطاة لكي يأخذوا منهم العوض. بل أحبوا أعداءكم واحسنوا إليهم، واقرضوا غير مؤملين شيئا، فيكون أجركم عظيما، فتكونوا بني العليم.
فإنه صالح على غير الشاكرين والأشرار، فكونوا رحماء كما أن آباكم أيضا رحيم. لا تدينوا فلا تدانوا، لا تقضوا على أحد فلا يحكم عليكم، اغفروا يغفر لكم، أعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في أحضانكم، لأنه بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الجزء اللي احنا سمعناه دلوقتي من إنجيل معلمنا لوقا الإصحاح السادس، وده فيه ملخص الموعظة على الجبل اللي ذكرت بالتفصيل في متى 5 و6 و7. والموعظة على الجبل هي دستور الملكوت، هي الدستور بتاعنا إحنا أولاد ربنا، إحنا أتباع السيد المسيح اللي هو حياتنا وملكنا ورأس الجسد اللي إحنا أعضاء في جسده. وعلشان كده الموعظة على الجبل هي قلب الإنجيل، وهي جوهر الوصية هنلاقيه موجود فيها. تعليم السيد المسيح في الموعظة على الجبل في 3 أبعاد علشان نبقى فاهمين ونجمع الكلام. في بعد داخلي، وفي بعد خارجي، وفي بعد أبدي. تعليم السيد المسيح كان في 3 محاور دول. البعد الداخلي كتير كان يتكلم فيه ويقول ادخل مخدعك، اغلق بابك، صلي لأبيك الذي في الخفاء، ادي العطاء بتاعك في الخفاء، قدم أصوام من غير ما حد ياخد باله في الخفاء، في علاقة مع الآب، بعد داخلي، في عمق، في مخدع، في سر مع ربنا. في بعد خارجي، في غفران، في تسامح، في عطاء، وفي تعامل بلطف من غير إدانة ومن غير حكم على الآخرين. ووصايا للتعامل الخارجي كتيرة، فيها محبة للكل حتى للمسيئين، وإن احنا نصلي من أجلهم. فيها خدمة للآخرين، من سخرك ميلا فاذهب معه 2. ده البعد الخارجي، تلاقي وصايا كتير في الموعظة على الجبل من هذا النوع. أيضا في بعد أبدي، كل حاجة مربوطة بالبعد الأبدي ده. المساكين بالروح لهم ملكوت السماوات. الحزانة الآن اللي بيحزنوا من أجل خطيتهم وبيئنوا على الرجاسات اللي بتحصل في العالم، الحزانة لأنهم ماشيين ضد التيار، وتيار العالم كله شر، وهم رافضين طيار العالم، دول يتعزون في السماء. اللي بيضطهدوا هنا أجرهم عظيم في السماوات. حتى اللي بيجاهدوا في مخدعهم
أبوهما الذي يرى في الخفاء يجازيهم إيه؟ علانية، ففي بعد أبدي، بعد أبدي. فأنا عندنا الثلاث محاور دول دايما موجودين في العظة على الجبل: بعد الداخلي، علاقتنا السرية بربنا، الجدر اللي احنا بناخد منه القوة والنعمة والسلام والمعونة الإلهية. بعد الخارجي، في التعامل بمحبة وبتسامح وبخدمة وبروح عطاء. والبعد الأبدي إنه حياتنا كلها استعداد وتجهيز لحياة أبدية مجيدة. وبدون البعد الداخلي ونجحنا في تقوية جذوره وعلاقتنا بالآب السماوي، لن ننجح في البعد الخارجي ولا في البعد الأبدي، مش هيكون لنا نصيب. البعد الداخلي ده الأساس، ده الأساس بتاع البيت والجدر بتاع الشجرة، بعد الداخلي. علشان كده الوصية للي عايز ياخد البعد الخارجي بس تبدو صعبة جدا، تبدو تعجيزية، ده كلام تقيل قوي، كلام صعب. أحبوا أعداءكم وأحسنوا إليهم، طب أحبوا بس من بعيد لبعيد، لكن أحسن إليه كمان. اقرضوا وأنتم لا ترجو، لا ترجون أن كنتم تستردوا، ده فلوسي، ده شقايا بتعبي السنين كلها، أقرض كده من غير ما أرمي، ينفع أسامح حتى اللي بيلطمني؟ ده إيه ده؟ البعد الخارجي ده متأسس على البعد الداخلي. بدون ما يكون الإنسان شبعان من محبة ربنا، شبعان من محبة ربنا، صعب عليه جدا ينفذ الوصية. الوصية أصلها أكبر من مستوى الإنسان العادي. شوف السيد المسيح النهاردة بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا: إن كنتم تحبون الذين يحبونكم فأي فضل لكم. أي فضل؟ يعني يكون مستواكم أعلى من الباقي، مستواكم أعلى من بقية الناس. أي فضل لكم؟ إيه الميزة اللي تميزكم؟ إذا كنتوا بتحبوا اللي بيحبوكم وبس، واللي بيكرهوكم بتكرهوهم عنهم، أي فضل لكم؟ إن كنتم بتقرضوا الذين ترجون أن تستردوا منهم، ناس على نفس المستوى فبنقرضهم، عارفين إنهم هيسددوا، هيسددوا، عارفين، مضمونين، طب أي فضل لكم؟ ما الخطاب يعملوا كده مع بعض. وإن كنتم بتصنعوا الخير مع الذين يحسنون إليكم، بتردوا لهم المجاملة بتاعتهم، قلنا في الموقف الفلاني وجابوا لنا كذا كذا ولازم نجيب لهم، فأي فضل لكم؟ السيد المسيح بيرقي أولاده، عايزهم على مستوى تاني غير مستوى بقية الناس، اختارهم من وسط العالم عشان يبقوا أبناء الملكوت، ما هماش مجرد بني أدمين، وأنا قصدي فيها الكلمة بني آدم الأول، دول بقوا أبناء آدم الثاني، أبناء القيامة، أبناء الملكوت، أبناء النور. فمستواهم لازم يكون أعلى. طب يا رب المستوى الأعلى ده نجيبه منين؟ نجيبه من البعد الداخلي. الجدر هيغذي الشجرة، هي الشجرة بتنمو إزاي؟ بتنمو بالأوامر، أولاد هتلنا 2 طن فاكهة، هي الشجرة بتجيب كده بالأوامر كده وبتبذل مجهود عشان تجيب بالأوامر، هي بتجيب بشكل تلقائي نتيجة الغذاء والعصارة اللي بتسري فيها، نتيجة إن في جدر قوي نغذيه ونشربه ونغذيه بالسماد، تبص لقى الشجرة جايبة ثمر عظيم. هو ده البعد الخارجي. ما نقدرش ناخد البعد الخارجي لوحده. وتقولي الوصية يا ابونا صعبة، صعبة، هي صعبة لو الجدر بتاعنا دبلان، صعبة لو المخدع مهجور، صعبة لو احنا ما بنتغذاش من ربنا كويس وملناش علاقة سرية بربنا، صعبة، صعبة لو احنا بناخد كده ايه فتفوتة
من الكنيسة ولا فتفوتة من الإنجيل ولا حاجة كده على الماشي بسرعة، تبقى صعبة. صعبة لو إحنا مش بنقف في المخدع كويس ونمسك أجبيتنا مدرسة الصلاة ونقف نصلي وناخد قوة من المزامير، طبعا الوصية دي تبقى صعبة. البعد الداخلي ونجاحنا فيه هو الأساس لنجاحنا في البعد الخارجي، غير كده يبقى إحنا ما هنعجز، هنعجز وبعدين الشيطان يقنعنا بقى بأفكار غلط. الإنجيل ده صعب، مش عملي، مش عملي. الإنجيل ده ما ينفعش في العالم، اللي هيمشي ورا الإنجيل هيخسر، فبلاش بلاش. يعني خد منه بعض حاجات لكن ما تقدرش تاخده كله. زي ناس كده تاخد تركيبة، تعمل لنفسها تركيبة معينة، تركيبة فكرية تمشي بيها. يعني إيه؟ يعني إيه؟ الإنجيل ده نور، ده الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، روح وحياة. ناخده نعيش به، كل كلمة فيها فيه روح وحياة. ما أقدرش إن أنا أرمي كلام ربنا ورا ظهري، ما ينفعش. وكله كله متكامل، بس لما الإنسان ما بيكونش بيفهم والشيطان يضحك عليه بقى ويلعب في دماغه ويقول له لا لا لا، ممكن تاخد بعض الوصايا لكن في حاجات ما تنفعش في العصر ده. الإلحاد مش بس هو أن الإنسان ما يؤمنش بربنا بوجوده أو بعمله أو ما يؤمنش بيك خلق، لكن الإلحاد هو أن الإنسان ما يؤمنش أن وصايا الإنجيل عملية وبالتالي يهملها. يبقى فين إيمانه؟ إيماننا معناه أن احنا بنعلق حياتنا على وصايا الإنجيل، إيماننا معناه أن احنا بنسلك حسب وصايا الإنجيل. هو ده إيمان، هو ده الإيمان المسيحي اللي احنا عايشين به. لكن لو الإنسان بيركن الإنجيل وبيتصرف على مزاجه أو بيمشي زي ما الناس ماشية وخلاص، هيسمع كلام المسيح اللي بيقول له إيه؟ فأي فضل لك، فأي فضل لك إذا كنتوا زي بقية الناس. مش بقول بتعملوا شر، المسيح ما بيقولش أنتوا بتعملوا شر، ده أنتوا بتقرضوا بس الذين يقرضونكم، بتحسنوا للي بيحسنوا إليكم، بتحبوا اللي بيحبوكم، أنتوا بتعملوا الشر بس أي فضل لكم. وفي حتة تانية يقول إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين فلن تدخلوا ملكوت السماوات. بقيتوا في مستواهم، بقيتوا ولاد الأرض ومن تراب وإلى تراب، لكن عشان تبقوا أبناء أبيكم السماوي مستوى تاني بقى، مستوى تاني. جوهر الوصية هو المحبة، وحنلاقي كل الوصايا بتاعت الموعظة على الجبل في الثلاث أبعاد اللي أنا شرحتهم، البعد الداخلي والخارجي والأبدي. الجوهر هو المحبة، بعد الداخلي علاقة حب بتتغذى باستمرار مع ربنا في الصلاة وفي الإنجيل وفي العطاء في الخفاء وفي الخدمة وفي البذل، حب بينمو. البعد الخارجي محبة طبعا، محبة للكل حتى للأعداء، محبة وتسامح وغفران وصلاة من أجل الآخرين وخدمتهم وإحسان وعطاء. والبعد الأبدي محبة برضو، محبة للسماء، محبة للنصيب الصالح، محبة للحياة الأبدية. جوهر الوصية هي المحبة. وحتى في العهد القديم لو لخصنا كده عصرنا الوصايا العشر هنلاقيهم هم الموعظة على الجبل. كل الوصايا بتاعت العهد القديم تكمل في كلمة تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك وتحب قريبك كنفسك. دي الوصايا، دي ملخص وصايا العهد القديم. تقولي بس في وصايا سلبية، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تشتهي مال قريبك. أقول لك حتى الوصايا السلبية دي جوهرها محبة، جوهرها محبة. لا تقتل يعني قلبك ما يكونش فيه بغضة وتتجاوز النقطة السلبية دي بأنك أنت تحب الآخرين زي ما السيد المسيح قال في العهد الجديد،
من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. واللي يقول كلمة تجرح أخوه أو تهينه يكون مستوجب نار جهنم. قال كده. فلا تقتل ده معناها إنه قلبي لما يتملي بالمحبة أحب كل الناس مش بس أبقى عند المستوى السلبي. في العهد الجديد برضو لا تسرق، يقول لا مش بس كده، ما تقفش عند هنا. لا يسرق السارق فيما بعد، بل يتعب عاملا الصالح بيديه لكي يكون له أن يعطي من له احتياج. يعني مش بس يقف عند لا تسرق، لا ده يعمل الصالح بيده لكي يكون له أن يعطي من له احتياج. يكسب فلوس بأمانة وبإخلاص وبشرفه ويدي المحتاج. لا تزني، لا ده مش بس الإنسان يتعفف عن شهوات العالم، ده في العهد الجديد ممكن الإنسان يكرس حياته كلها ويكرس بتوليته لربنا، أو يكرس أجزاء من وقت عمره وحياته مقدسة لربنا بالكامل يخدمه فيها ويمجد اسمه. لا تشتهي مال قريبك، لا ده مش بس لا يشتهي، ده يشتهي انه يخدم قريبه، انه يحب كل الناس ويبذل نفسه ويخدمهم. جوهر الوصية هو المحبة، وكل الوصايا النهاردة اللي احنا سمعناها مثلا الإدانة، يقول لا تدينوا فلا تدان، ما الإدانة يا نقص وضعف في المحبة. واللي قلبه اتملى بالمحبة وبيصلي من أجل الآخرين ما يعرفش يدينهم، ما يعرفش، حتى لو جه يصير يتحدى قدامه يقول ربنا يكون معاه، ربنا يعينه، ربنا يسندها، ربنا يقويها، ربنا يباركها، ربنا ينور طريقه. ايه ده؟ بيحب الناس فيصلي لهم، ما يعرفش يدين. الإدانة هي نقص في المحبة، ناس اللي تتكلم كلام وحش ضده وبعض ده نقص في المحبة. عدم التسامح ده نقص في المحبة. اللي قلبه مليان بالمحبة يسامح بسهولة وينسى بسهولة ويفتح قلبه للآخرين على طول ويغفر. معلمنا بطرس في رسالته الثانية صح الأول يقول كلام مهم قوي، يقول اللي ما عندوش محبة ده أعمى قصير البصر قد نسي تطهير خطاياه السالفة. يعني مش فاكر، نسي بسرعة إن المسيح قدسه وطهره وغفر له وأحبه إلى المنتهى، نسي، فمش عايز يحب إخواته، مش عايز يسامح. التسامح علامة وجود المحبة في القلب، وعدم التسامح نقص وضعف في المحبة. العطاء بيقول اعطوا، اعطوا بسخاء، اعطوا أبونا احنا مكفيين، اعطوا غير الحق بتاع ربنا، غير العشور لا نعطي كمان زيادة. العشور دي بتاعت ربنا ما أقدرش أتصرف فيها، دي بتاعت ربنا، دي بتاعته، هو اللي عطيني كل حاجة، مفيش حاجة اسمها العشور دي أجنحيتها. لكن كمان أدي زيادة كمان، اعطوا تعطوا. طب وضعف العطاء نقص في المحبة، عايز أنمو في العطاء، أنمي المحبة في قلبي، أبقى قلبي كده على الآخرين وقلبي دايما عطاء، مش لازم بس بالفلوس، لكن قلبي مليان محبة. لكن ضعف العطاء نتيجة ضعف المحبة، خلينا نواجه نفسنا بصراحة. البعد عن الخدمة، واحد كده سايب يقول لك ما في بيخدموا ناس كتير مش مهم، أنا خليني في نفسي بس أشوف بيتي، وتلاقي سايب بيته برضه. ضعف الخدمة والابتعاد عن الخدمة معناها نقص وضعف في المحبة. ما الإنسان يكون قلبه مليان محبة ما يعرفش يسكت، يجي الكنيسة يشوف حاجة يعملها، تلاقيه بيعمل حاجة وقع خالص ما حدش بيعملها، يروح يساعد هنا، يروح يساعد هنا، يروح ينظف هنا، يروح يشيل هنا، يروح يدور على فلان، يروح يدور على علي، يروح يجي يوصل حد. في ناس كتيرة مش قادرة تيجي الكنيسة لأن ما عندهاش حد يوصلها. اللي قلبه مليان محبة يدور على خدمة. أبونا في الاعتراف تلاقيه عمال يتفق مع أبونا، يقول له أبونا طب أنا، أبونا يتفاهم معاه ويشوف يحب يخدم في إيه ويخدم.
نقص في الخدمة ونقص في العطاء معناها نقص وضعف في المحبة، نقص في البعد الداخلي بيأثر على البعد الخارجي على طول على طول، وبالتالي هيأثر على البعد الأبدي. فجوهر الوصية هو المحبة، وكل الوصايا بتاعتنا النهاردة دي المسيح بيوصيها لنا مربوطة بأدخل مخدعك واغلق بابك وصلي لأبيك الذي في الخفاء. عشان كده قراءات النهاردة كلها بتتكلم على الصلاة. البولس أول آية نقراها النهاردة، كونوا مواظبين على الصلاة ساهرين فيها بالشكر لكي تعلن طلباتكم، ومصلين من أجلنا. بولس بيقول لهم كده، صلوا علشان خاطر ربنا يدينا نعمة في الخدمة، نصلي من أجل بعض. الصلاة هي الأساس، هي الينبوع اللي بناخد منه والجذور بتاعتنا بتتغذى بيه عشان تطلع بعد كده في حياتنا ثمر. في الكاثوليكون برضو يقول على أحد بينكم مشقات فليصلي. الصلاة هي الأساس، البعد الداخلي. على أحد بينكم مشقات فليصلي. تقول لي طب أنا كويس ما عنديش مشقات، هو في حد في الدنيا ما عندوش مشقات؟ الشجرة الشمس حامية عليها، تعمل ايه؟ تمد جذورها عشان تجيب مية عشان تتغذى عشان تنمو. المية مع الشمس تخلي الشجرة تنمو، لكن الشمس لوحدها تحرق الشجرة، تحرقها. فاحنا لأننا عايشين في العالم، والعالم فيه طيارات كتيرة وحشة محوطانا من كل ناحية، حاجات وحشة كتيرة كتيرة. طب ما احنا محتاجين نصلي بقى علشان نرطب حياتنا الروحية، علشان ننعش حياتنا الروحية. على أحد بينكم مشقات فليصلي. ويقول في آخر الرسالة كده في الكاثوليكون، صلاة البار تقتدر كثيرا في فعلها. كان إلي إنسانا تحت الآلام مثلنا. تحت الآلام عشان نبقى فاهمين، تحت الآلام مش يعني عنده وجع ولا مرض، تحت الآلام يعني تحت الخطية، يعني بيغلط زينا. هنا الآلام بمعنى الأمراض الخطية. تحت الآلام مثلنا يعني إنسان ضعيف زينا. صلى صلاة ألا تمطر فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر، ثم صلى أيضا فأعطت الأرض ثمرتها، فأعطت السماء مطرا وأخرجت الأرض ثمرها. فإحنا عايزين نصلي عشان السماء تجيب لنا مطر، عايزين نصلي عشان ربنا يملانا نعمة، عايزين نصلي عشان ناخد قوة ومعونة لتنفيذ الوصية. ربنا يدينا كده إن إحنا نفهم كلمة ربنا، نقوي البعد الداخلي ونقوي حياة الصلاة وسرنا مع ربنا، علشان يكون لنا ثمر حلو ومفرح، ونتميز كأولاد لله عن كل العالم، إن إحنا قلبنا مليان محبة، قلبنا مليان عطاء، عندنا روح الخدمة، عندنا روح التسامح، عندنا استعداد للبذل، كما إنه ربنا يسوع حط نفسه مثال قدامنا وبيدينا بروحه القوة والقدرة إن إحنا نبذل أيضا. له كل المجد والكرامة إلى الأبد. آمين.